simple ami, راه ما فماش عيب. كيما قال لك simple ami. صح. فيسبوك لو فيلم 2 هو الفيلم اللي باش نتفرجوا عليه الليله في برنامج مون برومي فيلم. المخرج كمال عويج اللي باش يحدثنا على تجربته السينمائيه وفكره الفيلم هذايا وظروف انتاجه. تفرجوا معنا. سليمان كمال عويج 29 سنه، قريت سينما في مدرسه الفنون والتسويق بالعمران. عملت سوس افلام قصيره، فيلم صورته في 2010 وفيلم صورته في 2015. فيلم الاول والثاني كيف اسمه فيسبوك الفيلم اللي شفناكم اليوم باش تشوفوه انتوما، اما باش تشوفوا انتوما في فيسبوك الفيلم 2 معناتها في فيرسيون جديده اللي عملته الانتاج 2015 معناتها من 2015 تم معناتها صدوره في اكتوبر 2015. الفيلم تصور على نهاري اخر ماي 2015. صورنا مع الكيب يقرب في السينما كل شيء من انديش الخاص، فماش دعم من وزارة الثقافة ومحافظة على التراث. كل شيء عملته بجيبي كل شيء. مثلت معنا الممثلة كوثرة بالحاج، مثلت معنا في الفيلم فيسبوك لفيلم 2. الفيسبوك عام فيسبوك 2 نفس السوجي لكن مختلفين، معناتها نفس السوجي، وما معناتها فيسبوك عملته على انتر معناتها بين الرجل والمرأة على الخيانة الزوجية، والفيسبوك 2 بين المرأة والرجل باش نشوفوا معناتها مقارنة كيفاش الرجل يخون بالمرأة، وفي الثاني كيفاش بالعكس نشوفوا المقارنه بين المراه والرجل. معناتها عملت فيرسيون. السبب تاخير الانتاج باش تقولوا لي علاش 5 سنين ولا حاجه، المشكله فيش في 2010 صورت وقتها في نقرا في السينما شاني بروف نولي بوزيت مشهور له تحيه. قريب في السينما هو يحب يعمل اقتراح علينا مش عمل فيلم كوليكتيف، لكن من فيسبوك الفيلم عملته فيلم انديفيدويل، معناتها مش فيلم كوليكتيف كل شيء. يا اخي قعدت لبش في شو الموضوع اللي باش نطرح عليه السوجي، معناتها بما انه ما نحب اغرام الاخراج وكل شيء. قلت بما انه فما فيسبوك مواقع جديده على الانترنت، قلت علاش ليه ما نطرحش موضوع على الفيسبوك، وبرشا شين برشا مواضيع علاش بنعمل للدابو ولا حاجه كيك على الفيسبوك. يا اخي اخترت على الخيانه الزوجيه، ووقت مش معناتها اصحابي وقت شافوا الفيلم على الانترنت عجبتهم ليدي، قالوا معناتها القصه كمان حسيناها اون رياليتي، معناتها حسيناها حاجه واقعيه، معناتها وقت قالوا لي حاجه واقعيه معناتها نحب نختم في حاجه في الواقع، ما نحبش حاجه في الخيال ولا في الروائي ولا في القصص كما في الافلام الاخرين، حبيت نعمل حاجه في الواقعيه. يا اخي شادي فكره باش نعمل فيسبوك لفيلم فيسبوك لفيلم 2. مثلوا معنا شباب هويت معناتها نوجه لهم تحيه، وفي الفيسبوك 2 اخترت الممثل القدير كفر الحاج كممثله محترفه باش تدخل معنا في الفيلم تاعنا فيسبوك الفيلم الثاني. والفيلم تاعي تعدى في الجزائر في القناه الجزائريه. خليكم توا تشوفوا فيلم فيسبوك الفيلم 2 ان شاء الله يعجبكم. مشاهده طيبه في برنامج مون برومي فيلم على تلفزيون تي في.